السلام عليكم ورحمة الله. هناك سؤال ملح، لماذا في آخر سنوات أصبحنا نرى بكج الشذوذ والتحول الجنسي كأنه طوفان يفرض على العالم فرضا؟ مين اللي بدعموه ولماذا؟ لماذا تعلن الحرب على الفطرة بهذا الشكل؟ هذه الحلقة من أثرى الحلقات اللي ممكن تسمعها في حياتك من حيث المعلوماتية ومن حيث أنها بتنبهك على اللي بيجري في هذا العالم. راح نلخص أسباب الحرب على الفطرة في ثلاثة أسباب رئيسية. أولاً، المرابح المادية لمروجي بكج الحرب على الفطرة. ثانياً، استعباد الشعوب وقتل روح اليقظة. ثالثاً، التحكم بنسل الشعوب. وهذه الأسباب متداخلة مترابطة ببعضها، واليوم راح نتكلم عن أول سبب فقط وهو الأهم. تعالوا نشوف كيف يصبح العالم في غياب سلطان الشريعة علشان تفهم بعمق كنتم خير أمة أخرجت للناس. أولاً، كيف يربح مروجو الحرب على الفطرة مادياً؟ لما تتم جنسنة الإنسان، يعني شحنه بالسعار الجنسي ومنذ الطفولة، فإن عامة الناس يصبحون إما سلعة جنسية أو مشترين لهذه السلعة، وفي الحالتين يدخل عامة الناس في حالة استعباد من خلال الجنس، والرابح في هذا كله هو أقطاب النظام العالمي وحيتان الرأسمالية ومن يعمل معهم. تذكروا أنه لدعم كينزي لنشر أبحاثه الحقيرة اللي أدت للثورة الجنسية هم مؤسسة روكفلر، واللي دعموا تغيير القوانين بناء على أبحاث كينزي هم أيضا مرة أخرى مؤسسة روكفلر. وعائلة روكفلر هذه من أغنى إن لم تكن أغنى عوائل العالم. راح أذكر 15 محطة يستفيد فيها مستعبدو البشر من خلال السعار الجنسي. أولا، التعليم الجنسي الشامل اللي تكلمنا عنه، وهو عبارة عن بزنس تأخذ المنظمات عشرات الملايين عليه من الحكومات لصياغة مناهج وفيديوهات لهذا التعليم. فتصور، أموال الناس من الضرائب تصرف على منظمات لقتل فطرة وبراءة أولادهم ولتحويلهم لعبيد للجنس منذ نعومة أظفارهم. وهذا أحد أنشطة البلان بيرنتهود اللي مجموع دخل فرعها في أمريكا تحديدا هو 1.3 مليار، يعني 1300 مليون دولار، 530 مليون منها هو من الأموال الحكومية. فلا تستغرب لما تحرص هذه المنظمة على نشر السعار الجنسي بهذا الشكل، ولما توجه جهدها لبلاد المسلمين علشان تقنع حكوماتها بصرف أموال المسلمين على إفساد أبنائهم وتحويلهم إلى زبائن جدد للبلان بيرنتهود. إلهاب السعار الجنسي من الطفولة يهيئ للبزنس الثاني، ألا وهو تجارة الجنس بأشكالها الثلاثة: المواد الإباحية من أفلام ومجلات، والدعارة والأدوات الجنسية. مجموع هذا البزنس يصل إلى حوالي 337 مليار دولار. فاكرين كيف مجلة بلاي بوي للدعارة دعمت كينزي ومؤسسة سيكاس الناشرين لكل أشكال الفحش الأخلاقي والسعار الجنسي؟ ليش بتدعمهم بلاي بوي؟ لإيمانها بوجود رسالة إنسانية وضرورة نفع البشرية؟ ولا لتجيب كمان عبيد لمجلاتها سواء سلع أو مشترين؟ في هذا الخبر في NBC News أن صناعة الإباحية في العالم هي بحجم 97 مليار دولار، وفي صحيفة الجارديان أنه في أمريكا صناعة الإباحية بتدر دخل أكثر من نتفليكس وهوليوود وفاياكوم. مشهد رأيناه في أمريكا التي تريد تعليم العالم حقوق المرأة، أن ترى الشخص يدخل الحمام في المؤسسات ليقضي حاجته ثم يخرج وقد ترك إحدى مجلات الفحش المليئة بصور النساء على أرض الحمام. البلاند بيرنتهود لا يكفيها تعليم الأولاد والبنات كل الفواحش في المدارس، بل وتحضهم على مشاهدة الأفلام الإباحية لتسريع إصابتهم بالسعار وضمان استمراره على مدار الساعة. لكن السؤال اللي بيطرح نفسه، من وين راح يجيبوا النساء اللي بدهم يتاجروا فيهم لغايات الإباحية والدعارة؟ الجواب هو في البزنس الثالث، الاتجار بالبشر، Human Trafficking. حسب موقع OVC Archive تتم المتاجرة ب 600 ألف إلى 800 ألف إنسان سنوياً عبر الحدود، عدا عن الذين تتم المتاجرة بهم داخل البلد الواحد. غالبية هؤلاء البشر الذين يباعون هم من النساء والأطفال، والغالبية منهم يستخدمون لما يعرف بالسكس ترافيكينج، يعني الاتجار بالجنس، يعني دفع نساء وفتيات لأعمال البغاء وللتصوير لمواقع إباحية. لحظة، انت عمالك بتقول انه في هذا العالم المليان منظمات حقوقية هناك بشر يتاجر بهم؟ نعم، هناك الكثير من المفاجآت في هذا العالم. لكن وين شرطة المطارات عنهم؟ كيف ما بيبلغوا عن المتاجرين بهم؟ هناك مواقع عديدة تجيبك بالتفصيل عن الأسباب الكثيرة من خداع وترغيب وترهيب وتهديد من المافيات وتجار الجنس تحت تواطؤ كثير من الدول. وهناك كتب تبين أن هذه العملية تحصل لملايين النساء والأطفال سنوياً، مثل كتاب Sex Trafficking Inside the Business of Modern Slavery
الاتجار بالجنس خفايا بزنس العبودية الجديدة للكاتب كارا سيدهارت. مجموعة المستعبدين في الاتجار بالبشر في العبودية الحديثة يقدر بحوالي 21 مليون إنسان حسب موقع أنتي سليفري، وهناك مواقع تقدرها ما بين 20 و 40 مليون، ويقدر حجم بيع النساء والفتيات لغايات الاستغلال الجنسي ب 99 مليار دولار سنويا حسب مواقع عديدة مثل Human Rights First. هذا البيع فقط. بعد بيع هؤلاء النساء وبعض الأطفال والطفلات بيتم استخدامهم في أعمال جنسية ودعارة بما يحقق أرباحا تقدر بحوالي 180 مليار دولار، وذلك من خلال 10 ملايين امرأة وبعضهم طفلات. في الولايات المتحدة عشرات الآلاف تتم المتاجرة بهم سنويا، يؤتى بهم من شرق آسيا وأمريكا اللاتينية ومن داخل أمريكا. لكن كيف يمكن توفير هذه الأعداد الضخمة للمتاجرة بالجنس؟ في سبيل تسهيل الاتجار بالبشر وبالجنس يستخدم النظام الدولي والأمم المتحدة أربع استراتيجيات رئيسية: إفقار الشعوب وسرقة ثرواتها لدفعها باتجاه التخلي عن كل شيء حتى عن الشرف والعرض، نشر الفوضى الجنسية وما ينتج عنها من أبناء الزنا وتدمير كيان الأسرة الراعية للأبناء، هذا كله ينتج عنه أطفال ضائعون وطفلات ضائعات، بعضهم يستخدم لتجارة الجنس، وبعضهم أيدي عاملة، وبعضهم قطاع غيار كما سنرى، وبعضهم جنود وعصابات وشركات حماية خاصة مشوهة نفسيا ليس عندها أي محرمات تستخدمها الدول العظمى في قمع الشعوب المقهورة. وأظن أننا ما نسينا سجن أبو غريب وما فعل ببلاد المسلمين. رابع استراتيجية لتسهيل الاتجار بالجنس هي نشر النزعة النسوية فيمينيزم لانتزاع المرأة من ولاية أبيها وأخيها وزوجها وقوامتهم وحمايتهم تحت شعارات تمكين المرأة وحقوق المرأة وتحييد حق النفقة عليها سواء من الزوج أو الأخ أو الأب، وذلك باسم المساواة الجندرية في الأدوار وباسم الاستقلالية المالية لتصبح المرأة مضطرة للعمل. هذا كله يسهل الحصول على مزيد من النساء والفتيات للمتاجرة بهن، ثم ترى نفس الجمعيات اللي بتنشر الفكر النسوي في بلاد المسلمين بتسمي هؤلاء النساء المستغلات، بتسميهم العاملات في مجال الجنس، وبتطالب بحقوقهم. إيش حقوقهم؟ إنهم ينظر لعملهم على إنه شكل من أشكال الحرية والشغل مش عيب. رابع استراتيجية لتسهيل الاتجار بالبشر والجنس هو الحروب وتيتيم الأطفال ونقلهم من أحيائهم. ولا تنسوا كيف وضحنا في حلقة ماذا خسر الأفغان بخروج الاحتلال، كيف أنه في احتلال القوات الأممية لأفغانستان انتعشت تجارة الأولاد الذكور اللي كان المسؤولون الأفغان في الحكومة العميلة بيمارسوا معهم أشكال الفواحش وبتركوهم لآلامهم النفسية والجسدية. قوات الأمم المتحدة لما دخلت البوسنة مش بس نزعت سلاح المسلمين وسلمتهم لأعدائهم، بل وتاجرت بأعراضهم. الأمم المتحدة؟ قوات حفظ السلام؟ نعم، وهذا ليس أمرا خافيا. كاثرين بولكوفاك العاملة سابقا مع مؤسسة داينكروب لمساعدة الأمم المتحدة في مهمة حفظ السلام بالبوسنة تحدثت عن الحالات الكثيرة من قيام مسؤولين في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قيامهم بالمتاجرة بالأطفال والنساء البوزنويين وإرسالهم إلى بيوت الدعارة وبارات، وكيف أنها اشتكت إلى إدارة الأمم المتحدة والخارجية الأمريكية فكانت الاستجابة بطردها ثم بتهديدها. انتشرت الفضيحة، تكلمت عنها صحيفة الجارديان البريطانية وذكرت أن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ومنظمات إنسانية هيومانيتاريان قامت باستعباد النساء والفتيات في العديد من مناطق الحرب في العالم وليس في البوسنة فقط، وأرسلتهن لبيوت دعارة وبارات للمتاجرة بأعراضهن. هذه هي الأمم المتحدة اللي جاي تعلمنا إحنا يا المسلمين حقوق المرأة والطفل. الأطفال المسحوبين من آبائهم من قبل السوسيال في السويد وفي دول أخرى علشان الواحد فيهم أبو ضربه ولا صيح عليه وأحياناً لأتفه الأسباب، أصدر الدكتور السويدي أوفيس فيدن في العام 2013 كتاب تجارة الأطفال المربحة يتكلم فيه عن المتاجرة بهؤلاء الأطفال، والكتاب ترجمه عالم النفس المصري نافذ الشاعر إلى العربية مؤخرا. هذا التقرير هو عن وثائقية أثارت ضجة في فرنسا حيث يخضع حاليا أكثر من 300 ألف طفل ويافع ويافعة للرعاية القسرية في دور الرعاية، بعضهم سحبوا من آبائهم. الوثائقية تتكلم عن إرسال بعض الفتيات في سن 13 سنة من دور الرعاية إلى البيوت لغايات البغاء
يعني المتاجرة أيضا بالجنس. فلما تشوفي قوانين العالم تسهيلا لسحب الأبناء من آبائهم بحجة حمايتهم، فتذكر أن هذا أحد مصائرهم. البزنس الرابع اللي بيستفيدوه ناشرو السعار الجنسي، وسائل منع الحمل. طبعا هذه الوسائل مش بس مستخدمة في عالم القذارة، ولكنها مستخدمة بشكل كبير جدا لهذه الغايات، لأنهم حولوا كثير من الناس إلى كائنات تمارس الفواحش، كما تأكل الوجبة من الطعام وتريد في ذلك أن تمنع الحمل. الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة اللي بينشر كل الفواحش باسم التعليم الجنسي لبلاند بيرنتهود بفاخر بأنه بفضل جهوده هناك 100 حكومة بتحترم الحقوق الجنسية، وأن هناك مليار إنسان يمارسون حقوقهم في الحرية الجنسية، وأن هناك مليارين من الخدمات الجنسية والإنجابية قدمت من خلال البلاند بيرنتهود. وسائل منع حمل الطالبات في المدارس وفي الجامعات، للموظفات في المكاتب وفي كل مكان نشروا فيه سعارهم الجنسي. هذا البزنس الضخم جدا مربح لشركات الأدوية وللبلاند بيرنتهود، وبيطمحوا أن يصل حجم هذا البزنس إلى ما مجموعه 39 مليار دولار سنويا في عام 2028 ل 2030، ما بين واقيات ذكرية وحبوب منع الحمل. طبعا لما يتكلموا عن الطموح المستقبلي لهذا السوق المتنامي، فأعينهم دائما على العالم الإسلامي لجعل أبناء وبنات المسلمين زبائن جدد لديهم، ولا يمكن إهمال هذه الكتلة البشرية من المليار ونص مليار إنسان مسلم من حساباتهم، وشفنا تكثيف جهدهم في العالم الإسلامي. طيب نفترض أن المرأة حملت، يأتي هنا البزنس الخامس، بزنس الإجهاض. حسب منظمة الصحة العالمية هناك كل سنة 40 إلى 50 مليون حالة إجهاض متعمد في العالم. ادخل على موقع World Meter وانظر إلى عداد الإجهاض لترى كيف أنه يحصل كل ثانية أو حتى أقل من الثانية. ومن أكثر أشكاله استخداماً تقطيع الجنين حياً، تقطيع الجنين حياً وهو في رحم أمه واستخراجه قطعة قطعة. هذه الجريمة، هذا الوأد في الجاهلية الحديثة، هو بزنس مربح جداً لمنظمة Planned Parenthood صاحبة ميزانية 1300 مليون دولار في أمريكا وحدها. وعلشان تقنع الفتيات بضرورة عمليات الإجهاض بتلاقي كتاب واحد من كتب التعليم الجنسي مثل It's All One تتكرر فيه كلمة إجهاض أكثر من 100 مرة، وبيخوفوا البنات بأنه في كل دقيقة هناك قصص من حالات وفاة نتيجة الحمل، فتعالي نعمل لك إجهاض على السريع. والآن بدهم ينعشوا البزنس تاعهم في بلاد المسلمين من خلال الضرب على وتر الفتاة المغتصبة اللي حملت رغما عنها من واحد متوحش. فكما تقول الدكتورة كميليا حلمي، إجهاض المغتصبة مدخل لإباحة الإجهاض في الدول الإسلامية. فإذا كسر حاجز الإجهاض، هذا الوأد الإجرامي، أزيل حاجز آخر أمام الفتاة يمنعها من الزنا، وتصبح زبونة عند البلاند بيرنتهود. سؤال، ماذا يفعل بأعضاء الأجنة اللي قطعوها في الإجهاض؟ ليش نكبهم في الزبالة؟ ليش ما نبيعهم قطع غيار؟ وهذا يأخذنا إلى البزنس السادس في عالم السعار الجنسي، ألا وهو بزنس بيع أعضاء الأطفال المجهضين. في أمريكا قام شخصان من المعارضين للإجهاض باستدراج عدد من الطبيبات الإداريات في البلاند بيرنتهود، وأشعروهم بأننا مهتمين بشراء أنسجة الأجنة المجهضة. فالدكتورات أخذوا راحتهم وصاروا يتكلموا عن كيف أنهم بيحرسوا طلعوا الكبد والرئتين والقلب سليمات علشان يبيعوهم، وأنهم بيحتاجوا عناية خاصة لاستخراج الرأس سليما أثناء عملية التقطيع عشان يعرفوا يبيعوا. وراح نضع لكم في وصف الحلقة أحد هذه الفيديوهات لمسؤولة كبيرة في البلاند بيرنتهود وهي بتفاوض المشتري. انتشرت الفضيحة ونشرت CNN خبراً عن أحد هذه الفيديوهات في 2015. البلاند بيرنتهود دافعت بأنه لا، إحنا ما بنبيع هذه الأعضاء، وإنما المريضات نفسهم اللي عملنا لهم الإجهاض تبرعوا بهذه الأنسجة. وفي مرة أخرى دافعت البلاند بيرنتهود بأن طبيباتها ما قصدوا التربح، وإنما كانوا يريدون تغطية تكاليف العملية، فباعوا بعض الأنسجة لغايات البحث العلمي. يعني 1300 مليون دولار سنويا مش مكفيات، فبدهم يطلعوا نفقات العمليات. تذكر أنه قبل شهرين المحكمة العليا في أمريكا أتاحت للولايات أن تختار منع الإجهاض إذا أرادت. طبعا ثارت ثائرة البلاند بيرنتهود وأطلقت حملة كبيرة هيجت فيها الناس لرفض القرار تحت عنوان الإجهاض حق أساسي، واستخدمت عبارات مثل يجب أن تملكي حق التصرف في جسدك، نحن غاضبون وجاهزون للقتال بأقصى قوة. طبعا المسألة حياة أو موت بالنسبة لهم، بزنس مربح جدا سيصبح أضعف، والآن البلاند بيرنتهود بتحاول تنعش هذا البزنس في بلاد المسلمين. كل هذا اللي شفناه ما كفى أعداء الفطرة وناشري السعار الجنسي، فاخترعوا بزنس ضخم جدا هو بزنس التحول الجنسي. شايفين تركيز المنظمات الدولية والأمم المتحدة على حق الإنسان في تحويل جنسه من ذكر إلى أنثى أو العكس؟
أو ما يعرف بالترانس جندر، واللي كان في البداية ممنوع منعاً باتاً، بعدين صار مسموح لمن هم فوق ال 18 بدون موافقة الوالدين، وبعدين صار مسموح لمن هم فوق ال 12، وبعدين صار مسموح في اسكتلندا مثلاً لمن هم فوق الأربع سنوات وبدون موافقة الوالدين. هل فكرتم لماذا هذا الهوس بتعليم الأطفال منذ نعومة أظفارهم؟ إنه أنت يا حبيبي يمكن حابب تصير بنت، وأنت يمكن حابب تصيري ولد؟ كنا نشرنا عن قصة هي عينة لمأساة تتكرر، الكندي روبرت هوغلاند اللي حضروا بنته في المدرسة فيلم للشواذ وهي طفلة صغيرة، فالبنت إجت تحكي لأبوها أنا حابة أصير ولد، غضب أبوها وراح للمدرسة يبهدلها، لكن المدرسة حكت له بنتك حرة والقانون معها، وبالفعل القضاء الكندي وقف ضده، وأصبح الأب بحسرة بيشوف بنته اللي تلوثت أفكارها في المدرسة بتاخذ هرمونات ذكورية وراح تتعرض لعملية جراحية تدمر جسمها مدى الحياة. البنت عملت العملية وفرضت على والدها أنه لازم يسميها بصيغة المذكر، رفض فحكم عليه بالسجن بعد تسجيل هذا الفيديو، يعني قبل حوالي سنة أو أكثر بقليل. والآن في كندا ودول أخرى إذا بتنصح الولد أو البنت ما يحولوا جنسهم فعقوبتك في القانون تصل إلى 5 سنوات سجن. من وراء هذا الدفع للأطفال أنهم يقبلوا العبث بأجسامهم ويصبحوا معتمدين على الأدوية مدى الحياة؟ بزنس كبير ومربح جدا، وأرقام المقبلين والمقبلات عليه تتصاعد بشكل سريع جدا تحت تأثير الإعلام والتعليم المشوه، وبيطمحوا يضاعفوا أرباحهم منه 5 مرات بفترة قياسية من 316 مليون إلى 1.5 مليار دولار، متفائلين بأن الحكومات في العالم الثالث بتسن قوانين تمكن البزنس تاعهم من التوسع. هناك لوبي من المليارديرية اللي عندهم شركات تستفيد بشكل أو بآخر من نشر السعار الجنسي، بيدعموا نشر الشذوذ والتحول الجنسي، وبتلاقي الواحد من هؤلاء بينشئ مؤسسة حقوقية شعارها حقوق الإنسان وخاصة حقوق الشذوذ والتحول الجنسي، وبيصرف على هذه المؤسسة بمئات الملايين لتغيير التعليم والإعلام والقوانين، لكنه بيطلع أضعافها من خلال استعباد البشر للجنس وتحويلهم لآلات شهوانية. هذا المقال بيتكلم عن أهم 6 عناصر من لوبي المليارديرية الداعمين للحرب على الفطرة. مثلاً الملياردير جون سترايكر واللي عنده شركات عديدة، منها سترايكر ميديكال كوربوريشن للمعدات الجراحية الطبية، ورح نتكلم كمان شوي عن بزنس الجراحة لغايات التحول الجنسي ترانسجندر. سترايكر هذا أسس أركس فاونديشن الحقوقية. كم؟ حجم المنح اللي خصصها سترايكر لهذه المؤسسة أكثر من 500 مليون بدءا من عام 1997، 340 مليون منهم آخر 5 سنوات فقط. يا ترى لأي حقوق؟ حقوق النساء المتاجر بهن في الدعارة؟ أم حقوق أهل إفريقيا في استثمار مواردهم المسروقة من فرنسا وباقي دول الغرب؟ أم حقوق المضطهدين من المسلمين؟ أم حقوق ملايين البشر في ماء نظيف ورعاية صحية؟ بل هذه الأموال مخصصة لدعم حقوق المثليين والمتحولين جنسيا، يعني لدعم الحرب على الفطرة. سترايكر هذا كان أحد أكبر الداعمين لحملة أوباما إلى أن فاز برئاسة أمريكا، ورد الجميل للوبي سترايكر وأمثاله بأن دفع باتجاه تغيير القوانين لدعم الشذوذ والتحول الجنسي. أركس فاونديشن اللي أسسها سترايكر صريحة وعنيفة في إعلان استهدافها للعالم الإسلامي. ادخل على موقعها واقرأ تحت عنوان Global Religions، بدها حلقة لحالها. بتنص المؤسسة على أنها بتدعم الأصوات الدينية المؤيدة للمثليين والمتحولين جنسيا في العالم الإسلامي، مستخدمة التأثير على الأمم المتحدة والجهات الراسمة للسياسات، وأنها بتحارب اللي بيسيئوا استخدام الدين لإنكار الإنسانية الكاملة للمثليين والمتحولين بذريعة الاستثناءات الدينية على قوانين الحقوق المدنية. طيب ما هي الاستراتيجيك فاندنج ارياز لأركس يا ترى؟ يعني أهم مجالات الصرف اللي بتصرف عليها هذه المؤسسة ذات الميزانية الضخمة. أولاً دعم الأصوات المؤيدة للشواذ في المجتمعات المستهدفة وخصوصاً في العالم الإسلامي رقم 1، وفي المؤثرين على الأمم المتحدة ورسمي السياسات في المجتمعات المستهدفة بالإضافة لفئات أخرى. ولذلك فلما تشوف مسيرة طالعة للشواذ في فلسطين مثلاً فاعرف أنها مش في سبيل الإنسانية، وإنما هناك مؤسسات ذات ميزانيات ضخمة تدعم هذه الأصوات. ولما تشوف ناشطين وراسمي سياسات بيطالبوا بحقوق المثليين والمتحولين جنسياً بينما هم نفسهم مخروسين عن كل المظالم اللي في الدنيا بل يمكن كمان مساهمين فيها، فاعلم أن المسألة مش نضال من أجل الحريات، وإنما هناك علف يعلف به القوم من أركس أو من غيرها. المجال الثاني من مجالات صرف أركس هو محاربة سوء استخدام الدين والذي يحول دون حماية المثليين والمتحولين. محاربة بالنص fight، فهي حرب ممولة بكل معنى الكلمة، وأيضا مكافحة challenge معارضي المثليين والمتحولين جنسيا في الولايات المتحدة وعالميا.
بدهم سوق عالمي مخترق لكل الحدود وكل الأديان، وبدهم يحاربوا ويجرموا أي واحد بيقف في طريقهم. عنصر آخر من لوبي المليارديري الداعمين للحرب على الفطرة هو الملياردير بيني بريتسكر، وبريتسكر هذا أيضا كان من أهم الداعمين لحملة أوباما الانتخابية، واللي لما فاز بالرئاسة أحدث تغييرات كبرى في القوانين وخصص أموال ضخمة من الأموال الحكومية لنشر الشذوذ والتحول. كنا ذكرنا 6 أشكال من الاستفادة من نشر السعار الجنسي. تعالوا إذا نكمل مع موضوع التحول الجنسي من نقطة 7. الشكل السابع هو الأدوية والهرمونات المستخدمة للتحول الجنسي، وهذا بزنس يقدر حجمه في عام 2021 ب 14 مليار دولار سنويا، ويطمحون إلى 21 مليار بحلول 2028. الذكر بيأخذ هرمونات أنثوية والأنثى بتأخذ هرمونات ذكورية، وهناك أدوية مانعة للبلوغ puberty blockers. مانعات البلوغ هذه تروج عادة للأطفال تحت عنوان أنه إذا حابب يا ولد تصير بنت أو يا بنت تصيري ولد، خذي هذا الدواء اللي بيمنع ظهور أعراض البلوغ، وبالتالي بصير أسهل تعمل عملية جراحية تحولك للجنس اللي بدك إياه. أو إذا كنت عملتي عملية وتحولتي لذكر، فخذي مانعات البلوغ عشان هرموناتك الطبيعية اللي تفرز عند البلوغ ما تعارض هويتك الذكورية اللي أنت اخترتيها. وكذلك بيعطوها للولد اللي ما بده يبلغ لأنه كرهان يكون ذكر، والبنت الكرهانة تكون أنثى، طبعا تحت تأثير العبث بعقولهم. وبتروج مواقع علمية مرموقة مثل مايو كلينيك لهذا العبث تحت مسمى علاج البيوبرتي ديسفوريا، مشاعر الكآبة والقلق المرافقة لمرحلة البلوغ. وهناك تصاعد جنوني في الطلب على العيادات المختصة بتزويد هذه الأدوية، والمستفيد شركات الأدوية، وهذا كله قانوني، لكن المهم ما تستخدم الدعاية المضللة. مثلا شركة الأدوية أبفيا هي من الشركات اللي بتصنع هرمونات تستخدم في التحول الجنسي وكذلك مانعات البلوغ، وهي من الداعمين لنشر ثقافة الشذوذ والتحول الجنسي، وبتصرف ملايين لعمل تحالفات لوبينج. من شهور محامي في تكساس قدم شكوى قضائية ضد شركات أدوية منها أفيا أنها بتستخدم الخداع في تسويق مانعات البلوغ puberty blockers لليافعين. طيب هل مانعات البلوغ هذه بتحل مشاكل نفسية لدى الأولاد والبنات اللي مش حابين جنسهم؟ يأتي الجواب من البريتش ميديكال جورنال، وهي من أعرق المجلات العالمية في العالم. في هذا المقال المنشور العام الماضي بعنوان دراسة تتوصل إلى أن مانعات البلوغ لا تقلل الأفكار السلبية لدى الأطفال المصابين بالكآبة والقلق المرافق لمرحلة البلوغ، وبيذكر المقال أن هذه الأدوية مؤذية لنمو وعظام الأطفال وتحدث لديهم العقم. وهذا مقال في CBN نيوز الأمريكية بعنوان بينما إدارة بايدن تروج لتغيير الجنس في الأطفال، إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA تحذر من انتفاخ الدماغ نتيجة لمانعات البلوغ. ويذكر الخبر أن البنات اللواتي أغرين بتعاطي هذه الأدوية حصلت معهم أعراض منها فقدان البصر. هل راح ينشر حيتان الرأسمالية وإعلامهم مثل هذه الدراسة؟ لا طبعا، حتى تستمر الأرباح على حساب صحة الأطفال والشباب ودنياهم وآخرتهم. وعلى سيرة الأبحاث العلمية، هناك بزنس ثامن لمستعبدي البشر بالسعار الجنسي، ألا وهو بزنس الأبحاث العلمية الزائفة. عالم من القذارة سموه سيكسولوجي، يعني علم الجنس. شفنا نموذج قذر منه في أبحاث كنزي المشتملة على اغتصاب الأطفال، وشفنا أشكال منها في أبحاث لبروفيسور جون مايكل بيلي اللي بتلقى تمويل حكومي أمريكي ليقوم بأبحاث يقيس فيها الإثارة لدى الرجال والنساء الشواذ عن طريق تعريضهم لأفلام إباحية مثلية بطرق قياس يستحي الإنسان من ذكرها، حتى أنه اعترض على أبحاثه في جريدة واشنطن تايمز بأنها مفرطة في الشهوانية ومضيعة لأموال دافعي الضرائب الأمريكان. مليارات تصرف على هذه السفالات، وشهادات دكتوراه وبروفيسورشيب تمنح للقائمين بها، وتدخل الرشوة بقوة لتزييف النتائج بما يلهب حالة السعار الجنسي، ويستخدم العلم الزائف لمزيد من الاستعباد كما رأينا في حلقة تزييف العلم الشذوذ الجنسي مثالا. تاسعا، من أشكال بزنس السعار الجنسي العمليات الجراحية لتحويل الجنس، مش بس هرمونات وأدوية بل جراحة، ويشمل ذلك بلاستيك سيرجري مثل زراعة صدر أنثوي للذكر مثلا ونقل أعضاء تناسلية. كيف يعني نقل أعضاء تناسلية؟ مثلا إذا الذكر حاب بصير أنثى وبيطمع كمان بالحمل من عشيقه الذكر، فها هو العلم يعيده بمحاولة تحقيق هذا الحلم. لكن من وين رح يجيبوا الرحم؟ يقول الخبر من متبرعة. طيب وإذا لم يتبرع أحد؟ السوق السوداء كفيلة بتوفير ما يلزم من قطع الغيار البشرية. نشرت صحيفة الجارديان البريطانية عن أحد الأطباء استأصل أرحام 40 امرأة رغما عنهن، حتى سمي باليوترس كوليكتر، جامع الأرحام. أين حصل هذا؟ في أمريكا،
في الأماكن اللي بيحتجزوا فيها نساء مهاجرات هجرة غير شرعية من أمريكا الجنوبية مثلا، كما نشرت الجارديان. ولا تنسوا أن الصين أجرت عمليات جراحية لعدد من النساء المسلمات لمنعهن من الحمل. فإذا انتشرت تجارة نقل الأرحام، فالصين أول من سيكون سعيدا باستئصال أرحام المسلمات وبيعها للجراحين. وبيطلع لك الإعلام بعناوين مثل: مع تحقق نقل الرحم في الواقع، النساء المتحولات، يعني الذكر اللي عمل جراحة ليتحول، أصبحن يطمحن في الحمل. وتصور نصل لمرحلة أنه علشان ذكر في نيويورك طمعان يحمل، ينتزع رحم مسلمة في الصين ويمنح له، ويحتفل مجتمع الشواذ بحصول هذا الذكر على حقه في التحول. البزنس العاشر لمستعبدي الناس بالسعار الجنسي هو الأمراض المعدية جنسياً. فاكرين لما ذكرنا كيف أن كتب التعليم الجنسي الشامل اللي بتوزعها بلاند بيرنتهود بتنشر الأمراض الجنسية في حقيقتها؟ هذا بيفتح بزنس كبير من الصرف الحكومي على التوعية لمكافحة الإيدز اللي بتقدمه البلاند بيرنتهود، اللي في الكتاب التعليمي نفسه بتخصص صفحات لأساليب الوقاية من الإيدز، وفي صفحات أخرى بتقول لمريض الإيدز مش شرط تخبر شريكك الجنسي بأنك مصاب بالإيدز. وهذا بيفتح بزنس كبير لأدوية الوقاية من الإيدز وأدوية تثبيطه في الشخص المصاب به. 68% من حالات الإيدز هي في الذكور الشواذ، والولايات المتحدة بتصرف 12 مليار دولار سنوياً على ذلك من الأموال العمومية، بيروح كثير منها في جيوب ناشري السعار الجنسي. جدري القردة اللي منتشر الآن بين الشواذ، مش متوقع المنظمات الدولية تكافحوا بمكافحة الشذوذ؟ أبداً، مش ممكن يسمحوا لهذا البزنس إنه يسكر. ولذلك فبتلاقي الأمم المتحدة تدين التصريحات اللي فيها هوموفوبيا، كراهية للشذوذ والشواذ، نتيجة لانتشار جدري القردة. وبتلاقي المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بينصح الشواذ بخفض عدد الشركاء الجنسيين، يعني اللي بيعملوا الفاحشة معهم، وإعادة النظر في ممارسة الجنس مع شركاء جدد. يعني بيقولوا إحنا كمنظمة صحة مش ممكن نتجرأ ونقول لك لا تمارس الجنس مع ذكور آخرين جدد وتنشر المرض بينهم، بس بنقول لك إذا حبيت أعد النظر. هذه مين؟ منظمة الصحة العالمية. البزنس الحادي عشر أدوية الأورام وأمراض القلب، واللي بتصيب المتحولين والمتحولات أكثر من ضعفي باقي الناس، وهذا أيضا مكسب كبير لشركات الأدوية. طيب هؤلاء المتحولون جنسيا والشواذ، ما بيصيبهم اضطرابات نفسية من مصادمة خلق الله؟ بلى طبعا. وهنا يأتي الشكل الثاني عشر من أشكال استفادة مستعبدي البشرية من نشر السعار الجنسي، ألا وهو أدوية الأمراض النفسية وما تستفيده شركات الأدوية من بيعها. في إحصائية أصدرها الاتحاد القومي للأمراض النفسية في أمريكا، 44% من الشواذ مصابون بأمراض نفسية. وفي مقال للأخت تسنيم راجح بعنوان إجرام الليبرالية وضحايا التحول الجنسي، تبين أن كثيرا من المتحولين والمتحولات بيندموا بعدما أعطبوا أجسادهم، وأن هناك تكتما إعلاميا متعمدا على الموضوع لتستمر الأجيال في هذا العبث. البزنس الثالث عشر هو المنشطات الجنسية، وهذا أيضا بزنس بالمليارات، طبعا مش كله في عالم الفساد لكن قسم كبير جدا منه. البزنس الرابع عشر أشكال المدمرات للنفس الإنسانية، مثل المخدرات والمسكرات والمهلوسات وما يتعاطاه الشباب الذين دمروا بالكامل نتيجة السعار الجنسي، وهو أيضا بزنس مربح لمروجي السعار الجنسي. طيب هذا الإنسان المدمر النادم الذي عبث بجسمه وفقد كل معنى للحياة، مش ممكن يفكر في الانتحار؟ بلى طبعا. وحسب مجلة فوربس، أكثر من نصف المتحولين بيفكروا بشكل جدي في الانتحار. وهذا بيختم مسيرة البؤس بالبزنس الخامس عشر، وهو بزنس القتل الرحيم والسياحة للموت. اكتئبت وكرهت الحياة؟ ولا يهمك، بنساعدك تنتحر، بس ادفع أول. اقرأ عن عيادات القتل الرحيم وبزنس اوف يوثانيزيا والسياحة للموت، يعني الذهاب لبلدان خاصة من أجل الانتحار في عياداتها المخصصة لذلك. وهذا خبر في البي بي سي عن امرأة ساعدوها على الانتحار بعد 3 عمليات للتحول الجنسي، وهذا بحث في مجلة علمية عن مساعدة المتحولين جنسيا في الانتحار. ربح في كل محطة، من الميلاد وحتى الوفاة، على حساب كرامة الإنسان ودنياه وأخراه. إذا جمعنا الأرقام التي ذكرناها ما بين تجارة البشر وصناعة الجنس وشركات الأدوية، فنحن نتكلم عن حوالي 733 مليار دولار سنوياً. يعني طموح الـ 1 تريليون دولار بزنس ليس بعيداً. أي شيطان رجيم هذا الذي يقود خطى البشرية إلى هذا الجحيم؟ يا حسرة على العباد. لذلك لا تستغرب من حرصهم على تشجيع الأطفال على تغيير الجنس في سن مبكر جداً ودون إذن من الوالدين.
خلي الطفل والطفلة يتخذوا هذا القرار وهم سفهاء بينضحك عليهم قبل ما يوعوا يعرفوا أنه هذا السفه راح يدمر حياتهم. ولا تستغرب من حرص البلاند بيرنتهود ومنظمة الصحة العالمية على إصابة الأطفال بالسعار الجنسي من سن صفر من أول يوم كما بينا. لا تستغرب لما يعلموهم جي بي سي بدل اي بي سي، بتعلم الولد أنه بي من باي جندر يعني اللي بتقلب بين ذكر وأنثى وعنده الهويتين في نفس الوقت، وأنه إل من لسبيان اللي بتمارس الجنس مع أنثى مثلها. لا تستغرب لما ينشروا علم الشواذ في كل ركن من الروضات. تستطيع الآن أن تدرك ليش ما بيوعوا طفل من سنواته الأولى على مشاكل البشرية علشان يساهم في حلها، وإنما يتم تعليمه شذوذ وكأنه حاجة إنسانية بل الحاجة الأهم للبشرية. تستطيع الآن أن تدرك لماذا إذا شخص عنده ميول شاذ وحاب يعالج نفسه تقف القوانين أمامه وتجرم أي طبيب أو معالج نفسي يحاول مساعدته كما بينا بالتفصيل. يعني ممنوع تتخلص من هذا السعار اللي أحدثناه فيك. هذه 15 شكلاً من أشكال الاستفادة المادية من نشر السعار الجنسي. طبعاً هناك موظفون صغار ووسائل إعلام يستفيدون من هذه الأشكال ويساهمون في السعار، لكن الاستفادة الكبرى تصب في جيوب مستعبدي البشرية من الرأسماليين والمنظمات مثل بلاند بيرنتهود وزعماء الدول المتواطئين معهم في هذا العالم الذي يمتلك فيه 1% من الناس ما يعادل ثروة البقية من البشرية. نفس الدول اللي بتنشر هذا السعار وبتحاول فرضه على أنحاء العالم عبر القوانين والتعليم والإعلام بتتظاهر بدور القاضي المكافح للفساد، فبتلاقي في الأخبار خبر مثل هذا في أمريكا من أيام عن زوجين ذكرين متهمين باستخدام طفلين تبنوهم لتصوير أفلام إباحية. أمريكا اللي بتمجد الحقير كنزي اللي روج لاغتصاب الأطفال، واللي بتسمح بصناعة الإباحية وبتسمح للشواذ يتزوجوا رسمياً وبتسمح لهم يتبنوا أطفال، بعدها بتدب فيها الغيرة والشرف لأنهم استخدموا هؤلاء الأطفال للإباحية. قال يعني متوقع يتصرفوا معهم بأخلاق وحنان الأبوة الطاهرة. لك أن تتصور أنه يراد تغيير القوانين في بلاد المسلمين بحيث تتيح سحب الأولاد من آبائهم لأتفه الأسباب وتسليمهم لأشخاص كهؤلاء بعد ما يصير الشذوذ ظاهرة قانونية. اسمع بعد هذا كله قول الله تعالى حكاية عما قاله إبليس اللعين وهو يطرد من رحمة الله فيعزم على ألا يكون في ذلك وحده. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. تغيير خلق الله نجح إبليس في إقناع عدد من البشرية به من خلال عملائه. لذلك لما تسمع من هؤلاء عبارة حقوق المرأة والطفل فاعلم أنهم يقصدون بها من حقي أستعبدك، من حقي أصل لأولادك وأشوه عقولهم وفطرتهم وأخلاقهم علشان يصيروا سلعة جنسية أو زبائن جنسيين، عبيد عندي على الحالتين. وراء كل رقم من الأرقام التي ذكرناها بالملايين هناك قصة كاملة أليمة من إنسان أو إنسانة كان يمكن أن يكون عبدا لله مكرما يؤدي المهمة التي خلق لأجلها من عبادة الله ليخلد بعدها في النعيم المقيم، لكن بدلا من ذلك تم طمس فطرته أو فطرتها وتحطيم شرفها وعرضها وابتذال جسدها لأجل حقير لا يراها إلا رقما يريد أن يزيد بها رصيده. انظر إلى حال البشرية واقرأ بعدها قول الله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. تصور لما بعد كل هذا تجد البعض يقول أنا بيعجبني في القادة الغربيين إنهم بيعملوا لصالح شعوبهم. لصالح شعوبهم؟ تصور لما يظن البعض أننا لما نتكلم عن ضرورة إنقاذ البشرية وأن رسالة الإسلام عالمية يظن أننا بذلك نجامل ونخبئ أجندة. ما حد بيخبئ أجندة إلى هؤلاء الأوغاد والمجرمون. تصور لما بعد هذا كله تعرف البلاند بيرنتهود نفسها على أنها منظمة غير ربحية كل همها صحة الأطفال والنساء. تصور حجم الجناية لما ترى مسلما يحاول أن يعتذر عن الفتوحات الإسلامية ويجد لها مبررات وبينكر جهاد الطلب الذي يراد به فرض سلطان الإسلام على الأرض عملا بقول الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. لو كانت للمسلمين دولة وخلافة فأي جريمة أعظم من أن تترك البشرية لأمثال هؤلاء. عندما تركنا الفتوحات انفتحت علينا الاحتلالات العسكرية منها والناعمة. هذا ما خسره العالم بانحطاط المسلمين وغياب الإسلام عن واقع الحياة بعدما كانت الخلافة الإسلامية تهتز لها عروش الطغاة. هذا ما خسره العالم لما تخلى المسلمون عن دورهم في إخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده. وراء كل رقم من الأرقام المخيفة التي ذكرناها قصة أليمة.
تذكروا أن كل نفس بريئة تقطع وهي حية في رحم الأم، كل طفل أو طفلة بريئة تتعرض للهيجان الحقير من شخص مسعور يتفحش بها أو يصورها لمواقع الإباحية علشان يكسب منها بعض المال، كل أب وأم بيشوفوا ابنهم أو بنتهم اللي كانوا بيلعبوا معهم بالأمس بيجي من المدرسة في يوم من الأيام ملعوب بعقله وبده يعمل عملية جراحية غصبا عنهم، وبدهم يشوفوه بتشوه وبدمر صحته وهم مخروسين ويا ويلهم إذا نادوه باسمه أو باسمها اللي سموه بي لأنه اختار اسم أنثوي أو اختارت اسم ذكري. كل هذا هو ضريبة قعودنا عن واجبنا في إنكار المنكر ونشر الإسلام الذي لا نجاة للبشرية بغيره. لما غابت هيمنة الإسلام القائل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، تسلطت الرأسمالية المجرمة التي تريد المال بأي شكل ولو بتحطيم القيم والأخلاق، تطحن الجنين والطفل والصغير والكبير والذكر والأنثى والجسد والعقل والفطرة والعرض، كل هذا من أجل المال. تجار الجنس لأبغاد هؤلاء بيدخلوا لكل مجتمع من باب مظلومية الشواذ والمتحولين جنسيا، وحقيقة الأمر إنهم بيستخدموا ضحيتهم درع بشري علشان يقتحموا المجتمعات ويدمروها. بيدخلوا المجتمعات من باب الفتاة المغتصبة المسكينة علشان يشرعنوا الإجهاض وبالتالي يكسروا الحاجز أمام قتل النفس، فيسهلوا الزنا خاصة وأنهم سموه حقوق حتى ما تشعر الفتاة ضحيتهم إنها راح تدفع ثمن الحرام ولد تكون مسؤولة عنه وتنفضح به أمام المجتمع. بيركزوا على قصة فتاة مظلومة من أبوها وأخوها أو امرأة ظلمها زوجها علشان يشوهوا الأسرة والقوامة وينتزعوا البنات والنساء من حماية رجالهم، فيتحول هؤلاء النساء والبنات لسلع جنسية تملأ جيوبهم. بشرعوا الزنا لبنات 12 و13 و14 تحت شعار الحرية الجنسية ليصلوا لبنات المسلمين جنبا إلى جنب مع استغلال حاجة الناس المادية والإفقار الممنهج لشعوب المسلمين، بحيث يستخدموا بنات المسلمين سلع عندهم وهم في نفس الوقت بحاربوا الزواج الشرعي للفتيات المستعدات له تحت عناوين زواج القاصرات وحماية الطفولة. بيمنعوا البنت قبل 18 تتزوج على اعتبار أنها لسه مش مؤهلة تتخذ هذا القرار، لساتها طفلة، لكن بيسمحوا لها وهي بنت الأربع سنوات تتخذ قرار تغيير جنسها وتدمير جسمها واستئصال أعضائها بما لا رجعة عنه مدى الحياة. بيشحنوا الأطفال بالسعار الجنسي، بيقولوا لهم أنه لا سن لممارسة الجنس علشان يمهدوا للتجارة بدعارة الأطفال، وهو شيء حاصل لكن دون غطاء قانوني، هم بدهم إياه قانوني. كل من يروج لهذه المنظومة القذرة أن تدخل لبلادنا فهو مجرم خائن مستعد يبيع أبناء المسلمين وأعراضهم علشان يأخذ مكافأة خيانته من هؤلاء المجرمين، وبيجي الرخيص بعدها ينظر علينا بالحقوق. كل من يوقع على قوانين مسمومة مشحونة بكلمات تمهد الطريق لباكج الحرب على الفطرة وللحملة المسعورة للفحش الجنسي فهو خائن، يجب التصدي له والوقوف ضده. لن نتمكن اليوم من التفصيل في السببين الآخرين لنشر السعار الجنسي مع تدمير مؤسسة الأسرة، ألا وهما السيطرة على الشعوب وتقليل نسلها، وهما سببان مهمان، لكن اسمحوا لي نعود لقانون الطفل في الأردن بحيث نجيب في الحلقة القادمة عن الأسئلة اللي كنا طرحناها في أول حلقة، لنعود بعدها إلى استكمال حربنا مع أعداء الفطرة حتى يفتح الله بيننا وبينهم بالحق وهو خير الفاتحين. ونحن نسأل الله تعالى أن يستعملنا جميعا في صد هؤلاء وكبتهم وإخراسهم وصد عدوانهم، لا عن أبنائنا وبناتنا فحسب بل وعن أطفال العالم. لا تنسوا إخواني التفاعل مع وسم قانون الطفل مسموم ونشر الوعي وهذه المعلومات بين الناس. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، والسلام عليكم ورحمة الله.